هنايا لي كادو بغينا نديو معنا شي حاجه خاطر ماما بغات دي ثلاثه على حساب ثلاثه ديال التويمات نديو لهم ثلاثه هانت شوما زوينين دابا يلا ما حنا دابا سالينا غادي نمشيو لاكاس مي مرجع نخاوي اليوم الخوت حنا دابا راه كنقادو هادشي كتحطو ماما في الكوفر عطينا ليها هذه ها هي هذه عطتني يلا خرات حتى هذه زوينه اميره ياك هذه صغيره هذو جميلهم هذه صغيره اه هذه زوينه غناخذوا هذه شفتوا غناخذوا النعيمه ان شاء الله هذه ان شاء الله تعجبها واحد المحل زوين هنايا فيه هادشي زوين كتعامل واثمنه مناسبه كلشي مزيان السلام عليكم الحباب كي دايرين لاباس عليكم شخباركم شنو كتعودوا كلشي مزيان اموركم مزيانه نتمنى تكونوا كاملين يا ربي بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم دابا لقيتونا نتوما شادين الطريق دابا هنا غطالعين لطنجة ان شاء الله عند اختي نعيمة مولا التوأم اليوم غادي دير ان شاء الله السابع ديالها وعرضات علينا مسكينة وحنا حتى حنا فرحنا وطالعين عندها نشوفها ونطلعوا عليها وانتم معنا ان شاء الله نشاركوا معكم كل شيء واللي كاينه نشاركوا معكم ولكن ما قلت لكم دابا حنا شادين الطريق معايا ماما والوالد وهذا مكان كان شي حاجه نصورها لكم لكن توجد جد مرحبا بكم وشكرا بزاف بعدا بزاف على التعليقات الزوينه ديالكم والدعوات ديالكم اللي في اخر فيديو كانوا بزاف الناس اللي دعوا معنا ودعوا مع ماما شكرا لكم بزاف على اللي خطيكم والله يحفظكم حتى نتوما والله يفتح لكم بيبان الخير يا ربي وهذا ما كان المهم خليكم معنا وصافي نتوما معنا هنايا كاينين هاد الحليوات قديناهم غير في الدار شفناهم وغنديو معنا باقي جوج تما باقي لي كاطو القدام القدام جبنا ثلاثه على حساب كل واحد ياك ماما على حساب كل وليد جبنا قليه خفيفه هانتوما لكم ماما الوليد متسكن مسكين بابا ما يقدرش يدخل دابا هانتوما هادي الجبنه اللي بالي جبنا السابع دايرين السابع ما فيه شي مشكل واحد مرحبا بكم اليوم عندنا مرحبا بكم السابع ديالنا مرحبا باي واحد عندنا هنا السابع مرحبا به حنا عاد غادرنا السبوع عبد النور وعبد الله وعبد الرحمن بابا ذبح عليهم ذبح عليهم نهار الاربعاء الله يا ودي ذبح عليهم دابا سيرابو دابا يختاروا السميه ديالهم والله يا ودي المهم الناس ما عندهمش ما خصهمش على قد الحال ما كاين لا لا الاسبوع اسطوري لا مكافاه لا والو الاسبوع التين راه ما كاينش مرحبا بينا عندهم والله يكثر خيرهم والله يخلف عليهم عندنا التليفون باش نطلع على الاقوال ديالنا كاش علاش يعبيه باش يبان به تما قدام الناس وانا التليفون ديالي والناس عارف انه عندي انا ماشي بين ميلو قالت لي هو درويش يستر راسو يقدر علاش يتبان لي خلاتني هي بالستور انا سترت راسي جوج درت لي قالت لي علاش يعبي التليفون اخت الزهراء قلتها نقولها لك الا كان في قلبك شويه الرحمه وشويه وباقي باقي الاسلام باقي كيدور عندكم في ذاك القلب ديالكم قلت لك راه التوائم راه لا حنين لا رحيم لا حنين لا رحيم راكي جبتيهم هنا في واحد المدينه وحطيتيهم ما كيعرفو حتى شي واحد متقي الله وحني عليهم وعطي ماشي بركه من الامانه ديالهم اللي هي فلوسهم فعلا عطيهم رزقهم اللي سيطو لهم الناس
دابا انت خليتي بقيتي كتدخلي وتخرجي ودرتو مونتاج وقصتو ليها كلامها وحرفتو ليها الهضره ديالها. هي ماشي بانك تدخل وتخرج الهضره، كيدخل عليه تعليقات بزاف كيقولوا لي راه كتدخل وتخرج. انا بغيت نقول لكم ماشي كتدخل وتخرج، هي ما كتعرفش تهضر، ما عندهاش الحوار بهذا الشيء ديال لغه الحوار ما عندهاش. كيسولها كتقول اه لا، وهما كيقطعوا وكيستغلوا في المونتاج كيديروا اللي بغاو. راه المونتاج هذا لا اله الا الله محمد رسول الله، وهي تهضر معكم الراس. نعيمه كاين شي بيزات عندك تخبيها واش بدينا نشوفو؟ ما عندي شي، هذا سطات فيه مع بدن كاملين ما خلات لي حتى ريال، ما عمرها حتى خمسين فرنك، ما عمرها عطاتني حتى ريال صفار. ليش اللي هجمه ما عرفتها شنو هي الطبيب وخلي لي العيال هنا بلا حليب. منين كتجي تحب كاتك شي امانه في الدار فين كديريها انت؟ تنحط دائما على الطابله، هما يخرجوا وهي تجي ضربه في النص. واحد المره ما عطاتني حتى ريال، ماشي في النص، جا الراجل عطاني هي 2000 درهم بها كامله، ما عطاتنيش ريال واحد ما عطاتنيش. هادشي علاش تقلب كتبقى هادشي ماشي لا تقلب. انا شوفي الله يجعله يخرج فيا او يخرج لي في ولادي، الا كنت انا نزيد شي حاجه عليه، الا كنت نزيد شي حاجه عليها ربي الحبيب كبير. دابا انت ما عمرك خرجتي سبيتي فشي واحد، يعني هما اللي كيديروا في المونتاج وكيقطعوا اللي بغاو هما. من الله وما انا ما كذبتش، انا ما نكذبش، ما نزيد حتى شي حاجه على شي واحد، ربي اللي شاهد. علاش بنكذب انا على الناس؟ علاش مساكن ما قاوتش حتى شي حاجه؟ بالعكس تعاونوا معايا الله يكثر خيرهم، ولكن استفاد ليا هما. دابا الناس تعاونوا هي استفدات. هي استفدات. واش كتقول لها علاش تهضري معاها ما هناش توصليها؟ هي هي نقول لها لا سامح لي وفلوسي عندي، ودرت دمي لولادي بقاو لي بلا حليب، بقاو لي بلا ليكوش ودرو ذهب. ولا حنتي بيا الحين هضري يلا خذ فيها الحق. بعد الحب ده ايه اللي تعمل كل ده تستاهل ايه؟ بعد الحب ده ايه اللي تدي حنان كده من غير وتجيب شي بركه، جيبي شي بركه لهاد الناس هادو بكل امل اللي خديتي. كنقول لك لا اله الا الله. لا بغات راسها نتفاهموا معاها، هما انا راه ما تنقص ليها، انا راه ما تنقص ليها، انا راه باقي معاك وانا معاك وبالقانون وبالمخزن ومع الكاميرات وباقي بغيت نشوف قناه اخرين كاع القناه اللي بغات تفتح لك. سي بوشعيب مسكينه نعيمه كتستعطف هذا دابا غنائم. وهاد المراه راه لا استغليتيها، راه تعدايتي على راه مرضتي لي المراه، راه ما حيدتي المراه ما حيدتي الدراري. اقسم بالله ما عندهاش. راه الناس اللي كيتفرجوا راه كيتفرجوا في الواقع، راه ما احنا ما انا ما عملتش نطلع لا قناه لا فيديو لا دير لي لايك لا دير لي والو، انا غاسمعوا هاد الهضره المحسنين المشاهدين. ما دير حتى حاجه، دير غير عينك وتصنت وشوف. بين هاد المراه اش دارت لينا؟ شوف هاد المراه الغسله اللي غسلتنا، استغلت لي المراه. صعيبه باش تجيبي انسان من الباديه وتحطه في المدينه وعنده سبعه ديال الدراري، سبعه ديال الاولاد، وانا هنا غادي الدراري خصني ليهم 13 ريال في النهار غاد الحليب، عاد زيدهم ليكوش، خصني 75 درهم لهاد الثلاثه الدراري، وخصني الدواء ديالهم، عاد هاد اربعه ديال الاولاد اش غادي نعطيهم؟ ها هما كتشوف فيهم، كي بغيت ندير ليهم هنا. وكان نهار اللي قلتها لها وتبريت فيها وتبريت في عبد الواحد بيدو هذاك عبد الواحد يصور. بالنسبه للناس اللي غيقولوا يمشي نوض يخدم، بغيت نقول لكم راه داك الروسه وراه بادي كيحرك مع الوقت والكرام. ما عندي ما كتبينيش، ما كتبينيش لي راه خمس راه عنده 75 درهم غير الحليب، يعني غير التوائم لا ماكلتهم لا ليكوش ديالهم بلا بلا الدراري الاخرين، راه عنده خمسه اخرين. مع سبعة دراري يعني مجموعة ديال سبعة واخا مع 10 ديال ما غيتكفاش فيهم، ما غيتكفاش فيهم. لا إله إلا الله. كان فيها الاسلام تشوف هاد الدراري سرقت سرقت سرقي النص، عطيهم النص. واش هاد وعيب الله يتسرقوا؟ واش هاد الدراري يتسرقوا وعيب الله؟ واش سيدي نقولوا سرقات؟ عما ها هو ما تخرج تاخذ كل شيء واحد شويه حشومه. واش انا خصني ناكل ولادي خصني ناكل؟ انا خصني ناكل ولادي خصني ناكل.
350 درهم باش تبدا درهم 350 درهم باش تبدا الثلاجه. هاد الثلاجه جابوا ليها هما 350 درهم وقالت له السيد بسم الله واني مع الوكيل فيكم. ها هي تجي ليها ها هي الى بيتها الثلاجه ديالك ها هي نخرجوا عليك هنا حتى هي عبيها ها هي فينا هي ها هي ملي غنخرجوا نصوروها لك ماشي بغيت تقول لها الثلاجه ديالك وها القصدير انا ما مهوش راه خليك تكاد تميز من الله كلما ألقي فيها فوج سأل خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نحن ما كنا فيه أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأنتم في السماء يحسب بكم الأرض فإذا هي تمور أما منتم في السماء فيرسي عليكم حاصبا تعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فقد صافات ويقبض ما تكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن كافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا لجوا في عتو ونفور أمن يمشي مكبا وجهه أذى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعوا وقول رأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فاستلمون أهلنا فأعجز الخلائق وله تقاهل سفهم فلن يدرك منا سابق ولا لاحق وحياه الملكوت بزهر جماله منقه وحياه جبروته قال لا اله الا الله 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 لا اله الا الله
المهم حباب البارح ما جينا معطلين ما استناش الفيديو ماشي معطلين جينا مع شرانيشن والبارح كان عندنا معكم لايف دوزنا معكم واحد اللايف يا سلام بعدا شكرا كاع الناس اللي دخلوا معنا اللايف البارح وبقوا معنا في تقريبا فوق 400 ولا 500 واحد اللي كان معنا في اللايف شكرا لكم كاملين واللي بقى معنا شكرا بزاف تقطع لنا البارح حيت طفى لنا التليفون وما كانش مشارجي وطفى ولكن المهم الحمد لله دوزنا معكم ليله زوينه واحد الساعتين دوزنا معكم تقريبا زوينه ونتمنى في هذا الفيديو هذا تكونوا حسيتوا بالاغل يعني بالموقف ديال الاخت نعيمه الناس اللي كيقولوا ان اللي كيقولوا عليها شي كلام ولا شي حاجه ماشي هذيك نتمنى تكونوا تفهمتوا الموقف ديالها وتكونوا عرفتوا شنو اللي تعرضوا ليه وراه الموقف ديالهم بصراحه لا يحسد عليه وش نقول لكم وحتى الزوج ديالها الا شفتوا شويه يعني كيغوت راه نتمنى تحسوا به وصافي لان راه واحد الموقف صعيب اللي طاحوا فيه انك باش تعرض الحقره والشمته والنصب والاحتيال ومن الفوق كيخرجوا هما اللي كيعايروا فيك وكيعايروك في الشرف ديالك حسبي الله ونعم الوكيل وان شاء الله غنصد معكم الفيديو هنايا نقول لكم السلام عليكم تهلاو في راسكم شكرا بزاف للدعم ديالكم مره اخرى نبغيكم بزاف ونتمنى انكم تعاونوا اللي قدروا واللي في استطاعته يعاون هذه السيده نعيمه ولو بكلمه طيبه باللي كان يزورها المهم شكرا لكم بزاف والله يكون معكم حتى نتوما والسلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد باي باي.